السلام عليكم، معكم لي فيديو جديد. فيديو اليوم كما شفتوا راح يكون هنا ارخص اسعار ارخص كراسي الالعاب في الجزائر. شغل هذو ما حوست تحوست هذو ما شغل الكراسي الخاص كامل لقيتهم يتباعوا بلي بري هادو. وقبل ما نشوفوا لي بري تاع الكراسي هادو ما شحال يديروا شحال يديروا، مازال الشركه في قناتك الشركه يديروا جيم فيديو باش مثلا كنت حبيتو اذا كان لايك خلاص في الحبيبه ديالي ابوني، روح ابوني نوي تما في الانستغرام ونبداو. راني داير فيديو من قبل كارثة الألعاب شكون عندي بزاف شوية ملي درتو، سما ندير واحد آخر خير. هادش كاين شوية متابعين يقولوا لي درنا على الكراسي الألعاب، شفتكم أنا شغل أرخص كراسي الألعاب لي شغل تقدر تشريهم في الجزائر، و هما ماشي ماركة مليحة ولا بصح شغل هما رخاص كامل لي تقدر تشريهم، فهمتو؟ حاجة عادية ماشي حاجة مليحة مليحة مليحة، فهمتو كيفاه؟ وشغل لي يقدر زعما يشري من الإنترنت ولا يقدر يشري بماركة مليحة ببري رخيص، فهمتو كيفاه؟ لي زعما حاب يشري ولا حاجة ماركة مليحة بري لاباس بيه شوية، فهمتو؟ تجي خاطش لي ماركة هادو هما شوية لي رخاص. عندنا كرسي اللولي هذا ياك تشوفو فيه بزوج ملاين و 300، هاو ليك التصويرة تاعو. الكرسي لي موراه لي هو هذا هاو ليك بسعر 1,850,000، شغل أرخص واحد بمليون و 850، تقدرو تلقاو أرخص من هادو مليون و 200 مليون. شغل حاجة عادية بزاف، شغل مفيهاش عفايس. هذا 1,850,000 هاوليك. لي موراه بزوج ملاين و 190 هاوليك، و لي موراه بزوج ملاين و 200 هاوليك، لون تاعو الزرق بالكحل هذا هو. والكرسي الاخر لي جبتكم بري تاعو لي هو هذايا بزوج ملاين و 250,000. وكيما شفتو هادو هما شغل لي بري لي جبتهمكم تاع كراسي، شغل هادو ارخص كراسي لقيتهم زعما بعفايس ملاح شوية. تقريبا افضل من 9 مليون و 200 و مليون، شغل خير منهم بشوية. شغل هادو هما الكراسي الاخرين تاع جيمنج لي تقدر تشريهم، و هادو كاع فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو فتكم به. شاركو في عندكم اشتركين ديرو جيم فيديو باش نصوم كون حبيتو، اذا كان تلقاو فلوس لعب ديالي ابوني، و نتلاقو فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم، و قولولي تاني واش حابين تشوفو فيديوهات جاية، و ما تنساوش تابوني في الانستغرام. والسلام عليكم.